احتفاء بهذه الذكرى ارتأت ولايتنا على غير باقي ولايات الوطن بتوزيع حصة معتبرة مقدرة ب 1083 وحدة سكنية من صيغة العمومي الإيجاري، من صيغة الترقوي المدعم، صيغة الاجتماع التساهمي، صيغة الإعانات الموجهة للبناء الريفي، وصيغة الترقوي الحر. الحمد لله يعني بالنسبة نوفمبر يعني الحمد لله اليوم والله فرحة كبيرة، ما قدرش نوصف لك شعور تاعي الحمد لله.